إنه إذا كان على نتيجة الحوار أن تكسب رضا النخبة أو موافقتها فإن عليها أولاً أن تنظر إلى رضا الشارع أو موافقته، وإلا لم تقدم هذه النتيجة خدمة لشارع ولا نخبة ولا سلطة. ومن هنا تأتي أهمية الاستفتاء الشعبي على نتائج أي تفاوض أو حوار، وعدم الغنى عنه لضرورة رضا الشعب أو موافقته على هذه النتائج لتمثل حلاً أو جزءاً من حل وتهدئ الوضع، وإلا كان وجودها كعدمها. على أن العلاقات القويمة والمستقرة والوضع الآمن والمتقدم ووطن المحبة والازدهار لا تحققه صدق النتائج جائرة وحلول مجزوءة منقوصة تركيزها على القضايا الجانبية وأمور الهامش والجانب الشكلي في تجاوز ممجوج سافر للقضايا الأم كالدستور المتوافق عليه والمجلس النيابي المستقل بصلاحيات كاملة ليس عليها حق النقد ولا التأثير ولا التأثير السلبي، ليس عليها حق النقد ولا تأثير سلبي لأي مؤسسة أخرى والحكومة المنتخبة، وكون الشعب مصدر السلطات بصورة فعلية. وهل يصدق أن شعباً من شعوب الدنيا مهما انحط في مستوى وعيه وثقافته وشعوره بكرامته يذهب هذا المذهب ويأخذ بهذا الخيار؟ يقول سلمت نفسي أنا، ماذا أنا؟ أنا حيوان لا أفهم، أنا طفل لا أفهم. كيف أجرؤ أن أتقدم باسم الشعب وأقول أن هذا رأي وأن رأيي رأي الشعب، في حين أقول أن الشعب ليس له أن يشارك في رسم سياسة نفسه ولا أن يعطي رأيا في حياته؟ هذه جرأة عالية جدا، لا ينبغي أن تصدر من عاقل يا إخوان. لا شك أن شعبنا أكبر من هذا بمسافات ومسافات، فأليس هو الشعب الذي كل ما أعطى وضحى بكل ما ضحى، الذي أعطى كل ما أعطى وضحى بكل ما ضحى من منطلق وعيه وشعوره بعزته وكرامته وشدة تمسكه بحريته؟ لماذا أعطى ما أعطى هذا الشعب؟ أعطى كل ما أعطى، مسلسل من أضاحي الشرف والعزة والكرامة، ألوف السجناء معذبون، كل هذه الآلام كل هذه الجراحات ليقول الحكومة فوضت أمري إليك؟ يا إخوة، يا نواب، يا شرويمون، يا جمعيات سياسية تحملون الشعب على هذا المحمل أنه في كل حراكه في كل تضحياته قام ولم يقعد من أجل أن ينتهي إلى نتيجة هكذا يقول فصلي ثوبي يا حكومة كما تشائين؟ لا شك أن شعبنا أكبر من هذا بمسافات ومسافات، فليس هو الشعب الذي أعطى ما أعطى كل ما أعطى وضحى بكل ما ضحى من منطلق وعيه وشعوره بعزته وكرامته وشدة تمسكه بحريته؟ ثم إنه لغريب وليس بغريب أن تكون دعوة للحوار وحث على الالتحاق به وعمل موازن لهذه الدعوة على الأرض يدفع بقوة للتخلي عنه
وتوتير الأجواء المحيطة به، وكهربة الساحة كهربة أمنية من النوع الثقيل بحيث تقطع الطريق عليه. كل ذلك يصدر من جهات سلطوية أو تابعة للسلطة، والسلطة هي التي دعت للحوار وحثت عليه. ولكن لدعوة الحوار حكمتها وخلفيتها المدروسة للسلطة، وكذلك للعمل الناقض لهذه الدعوة حكمته عندها، فلا استغراب ولا عجب. الدعوة والحث للإعلام والإحراج، والعمل الناقض للتخلي عن الاستحقاقات. وظاهر جدا أن المستبطن للسلطة أنه لا حوار ولا إصلاح، ويدل على ذلك واضحا هذه الأجواء المشحونة بإرادة التوتر وروح التوتر ونية التصعيد الأمني والاستمرار في التنكيل بالشعب من خلال مواصلة مسلسلات الإعلان عن الخلايا الإرهابية والانقلابية التي وصل الأمر إلى الانطلاقة لتكوين جيش شعبي عرمرم على يد مجموعة شعبية منهم من لم تتعد شهادته الشهادة الثانوية. لم تتعد شهادة الشهادة الثانوية ظاهرا، والذين تحولوا بقدرة قادر إلى عقلية عسكرية ضخمة وبسرعة فائقة إعجازية في مستوى عقلية القادة العسكريين الكبار للدول الكبرى، وبلغت ميزانيتهم المالية الملايين التي يحتاجها تكوين الجيش القاهر. ويا لها من فضيحة للسلطة من حوار دعت إليه وتحاول جاهدة أن تفشله.